بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے دوسرا پارہ کا تیسرا صفحہ، حافظی قرآن کے مطابق۔ میں تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں، سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله.